أنا فضيلة شور، أم لثلاث أولاد، حاصلة على إجازة بالعلوم التربوية، حاليا ست بيت وبشتغل بالأعمال اليدوية خصوصا البوليمر كلاي أو الصلصال الحراري. مع بداية كورونا كانت فرصة لإلي أنه جرب هذه المادة الجديدة اللي أنا من زمان كنت حابة أنه أشتغل فيها، فبلشت جرب. الحمد لله كانت النتيجة كتير حلوة، كنت عم بتشجع أكتر وأكتر لحتى أعمل قصص لإلي للبيت يعني، وهذا الشيء كان عم بلاقي إعجاب المحيطين فيي واللي حوالي، وهني أكيد شجعوني لحتى أعمل صفحة ولحتى أعمل قصص كتيرة من الصلصال الحراري. صرت أعمل موجات، فنجين قهوة، برتقليات سيارات، فريمز، كل هيدا القصص أو أي شيء ممكن أنه نجسده فينا نعمله من الصلصال الحراري. عملت صفحة على الفيسبوك وعلى الإنستغرام باسم جوري، وصرت نزل القصص اللي أنا بعملها، والحمد لله هيدا الشيء القصص اللي كنت عم نزلها كانت كتير عم تلاقي إعجاب الناس، وكانت الفيدباك كتير حلو. أكيد كانوا هن المحفز والمشجع الأول لإلي حتى استمر، ولحتى كمان اتشجع أنه أنا أخذ أوردرز. يعني أنا ما كنت عم فكر أنه أنا هيدا الهواية اللي أنا عندي إياها ممكن أنه يوم من الأيام أنها تكون مصدر دخل لإلي أنا للبيت. الحمد لله كانت أغلب الفيدباكس كانوا عم بيكونوا إيجابيين. أكيد ما بيخلى الأمر من بعض الفيدباكس اللي هي بتكون اختلاف أحيان وجهات النظر، أو ممكن لزبون تكون فكرته غير أنا الفكرة اللي أنا رسمتها بفكري، فأكيد نحن منقرب وجهات النظر بينه وبين الزبون لحتى نطلع شيء كتير حلو ومميز يرضي الزبائن كلها. أكيد نحن مضل عم نتعلم ومضل عم نتطور لحتى نقدم إشي حلو، بس كمان عندي طموح أو حلم أنه أنا أصير مدربة بهيدي القصص اللي أنا عم أقدمها كمان، لحتى تستفيد منها كل الستات وكل الصبايا لحتى يتعلموا، لحتى ممكن بيوم من الأيام تكون لقلهم هي مهنة، يمكن تكون هي سمول بيزنس لقلهم، لحتى نواجه بهذه الظروف الصعبة، لحتى نواجه الوضع الاقتصادي اللي نحن عم نمرق فيه. هي بالمبدأ هو الأعمال اليدوية هي بتعطي طاقة إيجابية غير أنه بتقدم لنا دخل. عندي رسالة بوجهها لكل صبية، أنه لو كانت إمكانياتها كتير بسيطة، لو كانت إمكانياتها كتير ضئيلة، أنها تشتغل على حالها، أنها تتطور، أنها تسعى دايما، أنها تختبر نفسها، يمكن تزبط معها بهذا الشيء، ما تزبط معها بشيء تاني، ما تيأس، تضل عم بتحاول. التجربة هي خير برهان لإلها إذا هي بتنجح بهذا الشيء أو ما بتنجح. يعني ما نقول نحن ما بنعرف قبل ما نجرب، نجرب ونستمر ونكتسب أي مهارة لحتى نثبت ذاتنا، ولحتى كمان نكتشف هواياتنا، لحتى نعزز الهواية اللي عنا ونطورها.